وبركاته يا أيها المرشدين، اليوم حفرجيكم كيف نكتب كلمة السر في GTA 5، كيف تنروح الشرطة. نكتب R1 مرتين، نرجع O، نرجع R2، نرجع نبلش من هون. هيك تبلش تروح الشرطة، دلها تكفي لا يروحوا نجم. وهسه كينا حنرجع نعيد مرتين R1 إكس، نرجع R2، نرجع نبلش يمين شمال يمين شمال يمين شمال. أيها المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا تحطوا لايك وسبسكرايبات. السلام عليكم ورحمة الله.